بنفس الطريقة بقى عايزين نجيب الكومنتس، فهنزود هنا هنقول في البوست اللي هو واحد هتجيب لي الكومنتس بتاعنا، فهنلاقي ان في اوبجكت عبارة عن array of comments، وبعدين نفس الحاجات بتاعت البيجنيشن اللي هي total وسكيب وليمت. لو تلاحظ ان دي هي نفس الحاجات اللي كانت في الريسبونس بتاع البوست اللي هي دي، فانا ممكن اعمل اوبجكت مشترك للحاجات اللي فيها بيجنيشن. كمان برضو في ملحوظة ان المسميات، لو تلاحظ ان هنا المسمى اسمه ريسبونس مش واضح قوي هو ريسبونس بتاع ايه، فانا كان المفروض ان انا اعمل المسمى بشكل اوضح من كده. فطبعا هنطور الكلام ده في الامبروفمنت اللي احنا هنعمله ان شاء الله. خلينا نقول هنعمل هنا export interface للكومنتس، وهنقول ان الكومنت فيه اهو، ناخد بقى كومنت من دول، هيبقى فيه اي دي وبادي وبوست اي دي ويوزر. هقول له اي دي لو نمبر، وايه تاني، وبادي اللي هو string، وبوست اي دي وبعد كده اليوزر. ممكن اعرف اليوزر لوحده بره، وممكن اعرفه امدد كده لان يعني الموضوع هنا صغير شوية. فاليوزر بيبقى فيه اي دي ويوزر نيم، اتاكد بس ان اليوزر نيم كلها سمول ليترز. تمام. طيب انا عندي بقى الريسبونس نفسه هيجي لنا فيه توتال وسكيب وليميت، فانا ممكن اعمل شيرد انترفيس هسميها اكسبورت انترفيس، سميها مثلا بيج نيتنج، ودي هيكون فيها اري اوف الحاجه اللي انا عايزها، اللي هي ممكن اري اوف بوست او اري اوف كومنت. يبقى انا ممكن اروح امرر لها اعملها جينيريك، فهقول له ان دي فيها تي، هروح اقول له ان انا هيبقى عندي، ممكن اقول له مثلا ان دي هيبقى فيها جواها بوستس اللي هي اري اوف بوستس، او هيبقى جواها كومنت اللي هي اري اوف كومنت. بس خلينا عشان ما ندخلش في حاجات ادفانسد في التايب سكريبت، خلينا يعني نعملها واحده واحده على مهلنا. هنسميها كومنت ريسبونس، ودي هيبقى جوا منها الكومنت او كومنت عشان هي اري اوف كومنت، هتبقى كومنت بس اري. وبعد كده هنحط بقى الحاجات اللي هي هنا. انا بدي لك فكره بس ان انا ممكن اعمل انترفيس واحده تبقى شيرد وانا بتحكم فيها عن طريق الجينريكس. طيب نرجع بقى للبوست ديتيلز، هنلاقي ان انا عايز هنا اعمل اقول له this http get، طبعا انا بهيت على this api base url posts، وبعدين post id، وكمان في نود زيادة اللي هي comments. دي بقى بتريترن ايه؟ بتريترن ال comments response. طيب انا هسبسكرايب على الكلام ده، انا محتاج دلوقتي يبقى عندي اوبجكت للبوستس واوبجكت للكومنتس اللي انا هاخدهم بعد كده ارميهم في صفحة ال HTML عشان يظهر لي البوستس والكومنتس.